استمرار لتنفيذ الخطط الاستراتيجية التي وضعها السلاح الهندسي في مشروع إعادة الاستقرار لمدن العراق المحررة من قبضة الإرهاب بعد تحقيق الانتصارات المتتالية والقضاء على تنظيم داعش بالكامل. شرعت كوادر السلاح الهندسي التابعة إلى هيئة الحشد الشعبي وبالتعاون مع المجلس البلدي في قضاء تل عفر على العمل لرفع الأنقاض وتنظيف الشوارع والساحات ورفع المخلفات الحربية في المناطق السكنية وإعادة الحياة للقضاء مرة أخرى بعد معاناة طويلة تكبدها مواطنو المدينة جراء العملية العسكرية ضد التنظيم. بدأت جهود الهندسة العسكرية العائدة إلى هيئة الحشد الشعبي بالتعاون مع بلدية تل عفر برفع أنقاض تل عفر كاملة وتعديل شوارع والسبيس ورفع الأنقاض وإزالته من تل عفر إلى خارج المنطقة بتعاون معنا بكل الوسائل المتبعة المفروضة علينا واللي شالوه ما قصروا معنا من قلاباتهم من الحفارات مالتهم كل الجهد صارهم بدأت من صار لها 10 أيام ويبدون يرفعون الأنقاض والأوساخ والترتيب الشوارع وإزالة الأوساخ من داخل تل عفر إلى خارج تل عفر بالتعاون مع بلدية تل عفر. فيما وجه نخبة من مواطنو ووجهاء القضاء شكرهم وامتنانهم لكوادر السلاح الهندسي على هذه الأعمال الخدمية التي يقدمونها لأهالي القضاء مستذكرين دورهم البارز في المعركة وتحرير مدينتهم من تنظيم داعش الإرهابي. نحن جميعا كأهالي تل عفر نشكر شكر عالي ونقدر تقدير ثمين الجهود التي بذلها الحشد الشعبي المقدس أولا في تحرير مدينتنا من الأنجاس الأرادل الذين دخلوها وعاثوا فسادا فيها، وثانيا للخدمات البلدية التي يقدمونها الآن في تنظيف الشوارع والساحات والميادين من الأنقاض التي تركت بعد اندحار دواعش المجرمين. الهندسة العسكرية اللي قاموا بواجبهم من بداية الإرهاب هم قاتلوا ويا الدواعش، واليوم صاروا ما شاء الله يعني جاي يشيلون أنقاض مال العراق بأكملها، واليوم هم ماتين جونا من جنوب بغداد وجوا يعني جوا شالوا الأنقاض مالتنا، ونشكرهم كل الشكر والجزيل لهم.